بطل اليمن الأول في الجمباز، طفل يجمع بين اللياقة والبطولة، ومستقبل بطولي واعد. اسمي أحمد رشاد. أولا أشكر قناة يمن شباب برنامج رؤى ناعمة. أولا اكتشفت كنت أرى في التلفاز لعبة الجمباز فحبيتها واكتشفت أن هنا نادي. أحمد متعدد المواهب، موهبة من كافة الجوانب، فهو في المدرسة طالب مجتهد ويحظى بإعجاب المدرسين والإدارة وينال التكريم سنويا. كذلك له اهتمامات رياضية سواء كان على مستوى كرة القدم، هو دائما ينالون المركز الأول في المدرسة في كرة القدم، وهو أيضا في الجانب الجمباز حب الجمباز من خلال متابعته، كان دائما يمارس الجمباز، وانا لاحظت انه حتى في حاولت التقطه من الشارع عندما علمت ان هناك نادي في الحي، فحاولت ادخله في هذا النادي على الرغم من شح الامكانيات هذا النادي، فاجتهد وثابر، والولد عنده اصرار غريب، اي هدف ينوي القيام فيه يجتهد ويصر على تحقيقه مهما كان حتى يحققه وينجزه. أشكر والدي على دعمهم لي في رياضة الجمباز. بدأت لعبة الجمباز في السنتين الماضية سنة 2013، وأشكر مدربي الكابتن عبد الجليل المؤيد على تدريبات المكثفة، وأشكر أخواني في النادي التوفيق. أحمد العبسي هو من احلى اللاعبين عندي داخل النادي الصاله الانبيه هذه، لانه طالب مجتهد في دراسه، مجتهد في رياضه، ومتميز بين اللاعبين كلهم. يعني يحس باللعبه، يعني لما اكلمه متميز فيه، لما اتكلم معه يلعب التمارين على اكمل وجه، يعني يتعلم. ايوه كيف؟ ايوه هذا ما يميز احمد، ويعني انسان خلوق قبل كل شيء، انه انسان خلوق داخل النادي ومثقف ما شاء الله عليه، يعني من سنه صغير بس ما شاء الله عليه يفهم. ايوه هو يعني هو لما انا اعلم اجمع الفريق كامل اعلمهم دراسه الحركه، كيف اول ما يبدا بدراسه الحركه يفهمها ويدخلها خزينة في عقله، وبعدين يلعبها على طول يطبقها، أول شخص يطبقها في النادي، أول شخص. حتى لما نصير الصالة عندنا النادي الأولمبي صالة محافظة صنعاء، يتميز عن الصالة هنا، يتميز يعني أكثر النظر إليهم لما يشوفوا أحمد يقولوا هذا الولد ممتاز ما شاء الله عليه، يعني من حقهم عليه ما شاء الله عليه.
طموحات أحمد هو أولاً مهتم بجانبه الدراسي، دائماً واجباته يهتم فيها يوماً بيوم. أيضاً له اهتمامات رياضية، هو له رغبات أن يصير بطل، هو دائماً يحدثنا أنه يا بابا أنا أرغب أن أكون بطل عربي، أكون بطل أولمبي، وإن شاء الله يتحقق ذلك، ولكن هذا يتأتى من خلال من جانبنا نحن نشجعه دائما، بس ينبغي الجهات المعنية خصوصا وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية والمنظمات الخيرية أن تهتم بالنشء، وكما لاحظتم يعني في شحة للإمكانيات، لو توفرت الإمكانيات البلد فيها خامات كثيرة، ليس أحمد فقط وإنما في خامات يمنية جيدة ممكن تأهيلها وتدريبها وممكن أن تحقق إنجازات وبطولات عالمية. أنصحهم أن يتشجعوا ويأخذوا الإذن من أولاً يأخذوا الإذن من والديهم، فإذا حب الرياضة إذا هو بنية يريد أن يمارس الرياضة يذهب، وأنصحه أن يمارس الرياضة والرياضة صحة. الرياضة هي بشكل عام تبعد الشاب من القات، تبعد الشاب من الانحراف. وأتمنى من كل أب أن يسمعني، أتمنى أنه يلحق بأي رياضة، يدخل بأي رياضة زيداً في هذا السن الخمس سنين العشرين سنة ويدخل أي رياضة. وديه بالنسبة أحمد أنا أتوقع له مستقبل زاهر، الآن مستعد لبطولة عربية في أي وقت. أتمنى الآن الاتحاد يسمعني ويسمع هذا المقولة أن أحمد العبسي مستعد لبطولة عربية وبطولة عالمية حتى. نناشد الأخوة الآباء، الأخوة في المدارس المحلية، المعنيين وزارة الشباب أن يهتموا بالنش وهذا الجيل، لأنه الاهتمام بالنش هو مستقبل الأمة، حتى لا تنحرف الشباب ويتجهون إلى أنشطة مختلفة قد تتحول إلى أنشطة معادية للمجتمع. نريد أن كل هذه الجهات سواء كان الآباء أو إدارة المدارس أو المجالس المحلية أو وزارة الشباب أو أيا كان حتى الدولة تهتم بالجيل والنش حتى ننشئ جيل صالح واعي فكريا ذهنيا رياضيا من كل الجوانب، فالعقل السليم في الجسد السليم.